أنا أناشد حقوق الإنسان والLGBTQ إنه تخلصني من هذا المحل المروع، المحل المخيف. أنا عم بتدمر، عم بتدمر. أخيرا يا جماعة واحد سوى اللي أنا ما قدرت أسويه. أخيرا واحد جاء دبك على وجه ساهر مندر، مسكه في الشارع، أعطاه بالشلالية، أعطاه كفوف ليوم الكفوف، مسح به الشارع مسح. يلعن أبو شكله، قسما بالله أنا من شدة الفرحة توي الحين سمعت بالخبر، من شدة الفرحة قمت على طول أصور فيديو إنه هن بيدافعوا وبيدافعوا. وش هي؟ شوفوا شو عمل فيني الشاب الفلسطيني اللي عاملين حقلهم زلام. الفلسطينيين زلام غصب عنك يا ساهر يا مندر، غصب عنك زلام، ويدوس على خشمك، وداسوا على خشمك فعلا، وراح يدوس على خشمك. الحمد لله ان في لسه في رجال يمنعوا الاشكال اللي زي هذي. يا سلام، بس انا لو امسكك في الشارع بيجوا بيتعدوا على واحد زيي وانا مش عملت له اشي. يما شو كذاب، يلا بلشوا. الشاب فلسطيني اللي عمل فيني هيك. يا جماعة شوفوا عينه فقع، عينه فقع. ماسك عينه فقعها فقع، يخرب بيته. وقسم بالله انك نشمي، الله انضرب على ضرب ساهر منذر هذا، اقسم بالله انه نشمي. بيهاجموني لألي، بتيجوا بتتعرضولي لألي، انتو مالكن ومالي، اتركوني بحالي يا عمي. خلاص خلاص، انا مالي ومالكو، انا ما عنديش مشكلة مع الفلسطينيين وبحترمهم وعطول بطلع بنزل ومعهم بكل اشي، بس انه انا اتعرض لمحاولات، كل محاولات القتل اللي بتعرض لها اتعرض لها من الناس يلي هني هيك. انا مش عم بحكي عن سياسات، انا ما خصني بالسياسي هون، وما خصني بشوف مكان يكون الشاب، بس الشاب عربي، عربي بكفي انه عربي، ما بيهمني شو جنسيته. مع احتراماتي لكل حدا باللايف. أكيد مش واحد يهودي عامل فيني هيك، أكيد مش واحد يهودي عامل فيني هيك. يعني شو يعني هذا الشغل على واحد يهودي يعمل فيني هيك؟ أنتوا قادرين تستوعبوا، أنتوا قادرين تستوعبوا الإشي إنه أكيد مش واحد يهودي يعمل فيني هيك؟ أكيد لا. يعني لو حدا عامل فيني هيك أنا بطلع بحكي، يعني يا ريت فيني أنزل. بس انا ما جمعت، انا ما حكيتش فلسطين مش منيحة، انا ما جبتش سيرتان، ما تدخلوش سياسي. انا سألتوني عن جنسية الشخص، حكيت لكم شو جنسيته، عربي فلسطيني، هو اللي عمل فيني هيك، ضربني. ما تقعدوش تحكوا ونحنا منضرب ونحنا منهين. لا حبايبي، انتم ما لكنش علاقة، انتم ما لكنش علاقة تضربوني. يلا انا رح انهي اللايف، بتوقع الفكره وصلت، الاشي وصل، بدكم اكثر من هيك؟ ايش افتح لكم لايف وانا ميتي؟ ايش عم تستنوا؟ او لا انا متاكده عم تستنوا لايف، او عم تستنوا صوره من حدا انه يصور ساهر منذر ميت بالارض ومتصور، ويلا وبلشوا اشمتوا، نشوف شو رح تشمتوا. شكرا على كل حال، مش متوقع منكم تدعموا، مش متوقع منكم غير انكم تضحكوا عادي. على كل حال المحامي تبعي بيعرف يتصرف معه لهذا الإنسان، هذا الإنسان رح يتحاكم قانونيا ورح يكون انزت بالجون للمؤبد. إن شاء الله بديش أدعي لأهله بالشر، لأنه يمكن أهله ما قالوش علاقة أهله، بس إن شاء الله هذا الإنسان اللي عمل فيني هيك، الله كبير، الله كبير. أقسعد ربهم. هذا اللي بقول كل شوية نزل على فلسطين، من فترة جدا قصيرة كان في واحد فلسطيني استشهد وين؟ عند القدس. فهذا طلع وقاعد يدعي على الفلسطيني، مش يدعي لي، يدعي عليه، الله يجعله يتعذب في قبره، والله مش عارف ايه، ظل يدعي على الفلسطينيين والفلسطيني هذا اللي استشهد. فجاه الرد الحين، يعني يا ساهر يا منذر مهما تكلمت راح يجيك الرد يا حمار. انا اناشد حقوق الانسان والLGBTQ انه تخلصني من هذا المحل المروع، المحل المخيف. أنا عم بتدمر، عم بتدمر. أنا أناشد حقوق الإنسان، ما تناشد حقوق الحيوان من مرة. يا جماعة فقع نخرت وفقع، وفقع عين وفقع. قسم بالله أنا كيفت على الخبر هذا، كيفت. أو سلام.